ازداد المخاوف لدى الجمعيات والمنظمات الإنسانية حيال وجود الآلاف من المشردين في شوارع العاصمة أثناء الاشتباكات التي كانت ولا تزال تدور بين قوات الجيش والدعم السريع داخل العاصمة بمدنها الثلاث. وكما تلاحظون في هذا الجانب هنالك مجموعة من الأطفال المشردين في شارع الوادي هنا في أم درمان، هذا حالهم كحال العديد من الأطفال المشردين الذين حتى لا توجد إحصاءات دقيقة لهم في العاصمة. في الجانب الآخر هنالك أيضا مجموعة من المشردين حتى من بينهم أطفال تحدثت إليهم، ولكنهم بطبيعة الحال لا يرغبون في الحديث أمام الكاميرا، لكنهم اشتكوا من صعوبة الحصول على وجباتهم التي كانوا يتحصلون عليها من خلال الخيرين والجمعيات الإنسانية، كما أن وجودهم في الشوارع الرئيسية وفي المناطق المكشوفة يعرض حياتهم للخطر، خصوصا في المناطق التي لا تزال تشهد اشتباكات عنيفة بين الطرفين عبر الأسلحة الثقيلة.